مؤيد لجريتلي مؤيد مؤيد يفتح اللعب ممتازة جدا كرة عرضية تعتز بالرعبية هو الثاني هو الثاني هو الثاني كرة عرضية كانت متلية وكوامي كان حاضر موجود ودليل الهدف الثاني في هذه اللحظات من هذا الشوط الأول كرة عرضية كوامي كوامي أمر كوامي ينتظر المساندة كوامي كوامي يلعبها بشكل حلو ناحية الطبال بالريش تعود مرة أخرى صهيب بن سليمان يلعب في الكرة تجاه كوامي كوامي داخل منطقة الجزاء فرصة لفريق الاتحاد يلعب كوامي الكرة والهدف الثاني ممتازة الهدف الثاني لصالح فريق الاتحاد عن طريق كوامي إذن الهدف الثاني عن طريق كوامي إذن الدقيقة الرابعة والعشرين الخامسة والعشرين تحديدا كوامي يسجل الهدف الثاني إذن هدفين مقابل هدف لصالح فريق الاتحاد يأكد دخولها في المرمى كرة اتحادية في أمامنا الإعادة